ضربة كبرى من قطاع الأمن الوطني. ننشر التفاصيل العاجلة وبيان عاجل من رئيس المخابرات العامة المصرية. ننشر لحضركم التفاصيل وأمر عاجل من الرئيس السيسي بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة والحكومة والتنفيذ فورا، وعاجل تفاصيل عقوبة كل من يفشي أسرار الدولة. ننشر التفاصيل أيضا في الفيديو، وعاجل دولتان عربيتان على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر، وإطلاق أول جواز سفر صحي من نوعه في مصر. ننشر التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد كعادتنا، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل لـ1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة والحكومة والتنفيذ فورا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر. أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أن الانتقال سيكون بمثابة بداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي. وتقع العاصمة الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 13 مارس 2015 بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقرا للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية وكذلك السفارات الأجنبية. ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 170,000 فدان. مصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية وضربة كبرى من قطاع الأمن الوطني. ننشر التفاصيل، وتمكن قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني في مصر من إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي في الفيوم. وقام قوات إنقاذ الرهائن في عملية نوعية باقتحام منزل البلطجي بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة. وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجي إطلاق النار مع قوات الأمنية، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري. وبعد تحرير الأسرة تبين أن المجرم قام بقتل والدة زوجته ثم ألقى جثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز. وعثر قوات الأمن في المنزل على سلاح آلي وبندقية وعدد من الطلقات النارية. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة لوزارة الداخلية وخصوصا لقطاع الأمن الوطني. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وبيان عاجل من رئيس المخابرات العامة المصرية. قال رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إن مصر تحاول التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وحماس. وقال موقع إكسيوس الأمريكي الذي أجرى مقابلة مع عباس كامل رئيس المخابرات إن اللقاء غير عادي مع رجل ليس فقط رئيسا للمخابرات ولكن أيضا الذراع اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار إلى أن الصحفيين في الموقع باراك رافيد وزميله نداف إيال قدما نفسيهما كمراسلين للكيان الصهيوني، لكن عباس كامل لم يعترض على إجراء المقابلة، بل وأنه كشف أنه سيزور الكيان الصهيوني في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء للكيان الصهيوني نفتالي بنت ومسؤولين كبار آخرين. وأعرب رئيس المخابرات العامة المصرية عن رضاه عن الوضع الحالي للعلاقات المصرية والكيان الصهيوني، قائلا إن لقاء الرئيس السيسي في منتصف سبتمبر مع بنت في شرم الشيخ
كان جيدا بشكل استثنائي، معتبرا أن بنت يمثل تغييرا كبيرا عن سلفه بنيامين نتنياهو الذي تربطه أيضا علاقة وثيقة مع الرئيس السيسي. وشدد على أنه على الرغم من أن الحكومة الكيان الصهيوني الحالية تتكون من عدة أطراف ذات وجهات نظر متباينة، فإن المصريين يأملون في أن تظل مستقرة ويعتقدون أن بإمكانهم العمل معها بشكل فعال. أكد أن مصر تريد أن ترى حكومة الكيان الصهيوني الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله في نوع من الحوار السياسي. كشف أن مصر تتحدث يوميا إلى أكيان الصهيوني والفلسطينيين بشأن عدة قضايا، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار محتمل طويل الأمد في غزة، مبينا أن مثل هذه الصفقة ستشمل تبادل أسرى بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، وهو أمر تعمل مصر من أجله ليلا ونهارا. ورأى عباس كامل أن مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات فلسطينيات في السجون الكيان الصهيوني، كما سيتعين عليها معالجة إعادة جثتي جنديين من الكيان الصهيوني وإطلاق سراح مدنيين للكيان الصهيوني تحت جزهما حماس في غزة. أضاف هذه الصفقة المحتملة ستشمل أيضا خطوات اقتصادية وإنسانية إضافية للسكان المدنيين ونوعا من عودة السلطات الفلسطينية إلى غزة حتى لو كانت رمزية فقط. المصدر معنا كان من إكسيوس، وهذه كانت مقابلة مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل وبعض المراسلين والصحفيين من الكيان الصهيوني، وكان بيانا من رئيس المخابرات العامة المصرية حول يعني سعي مصر للتوصل لاتفاق بين حركة حماس والكيان الصهيوني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أقول إن مصر دورها فعال جدا في حفظ الأمن والاستقرار ما بين حماس والكيان الصهيوني، ودورها مهم جدا في المنطقة. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل عقوبة كل من يفشي أسرار الدولة. ووافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتعديل المادة 80 ألف من قانون العقوبات على إفشاء أسرار الدولة. واستبدل مشروع قانون المادة الخاصة بقانون العقوبات بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 50000 جنيه. كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. رقم 2، كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد. 3، كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن مصر أو تسليمه أو إذاعته. 4، كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالجيش المصري أو مهامه أو أفراده السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. وأضاف قانون إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان جاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها، كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم. مصدر معنا كان من اليوم 7، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، دولتان عربيتان على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر. يتعرض أكثر من 200 مليون شخص في العالم لمخاطر كبيرة بسبب عيشهم بالقرب من مدن يبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر أقل من 2 متر، ما يجعلها عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والغرق. وأظهرت دراسة أنه بحلول عام 2100 ممكن أن يرتفع عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 410 ملايين شخص، وسيكون معظمهم في المناطق التي يقع 62 منها في نطاق العروض الاستوائي. وطالت الدراسة دول مختارة بلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة عام 2010 ممن يعيشون على الأراضي الواقعة تحت خطوط المد العالي. وتحتل الصين المرتبة الأولى من ناحية الأكثر تعرضا للخطر،
تليها الهند وبنغلاديش وفيتنام وإندونيسيا واليابان والفلبين ومصر وأمريكا وبورما ونيجيريا وماليزيا وبريطانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وباكستان والعراق وإيطاليا. وفي وقت سابق حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو من اختفاء ثلاث مدن وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض. قال جونسون: أربع درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر. مصدر معانا كان من AFP. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وطبعا يعني هذه دراسات يعني موثوق فيها أنه يعني بحلول عام 2100 هيكون 410 مليون شخص مهددين بالغرق أو بغرق يعني المسكن أو المنطقة، وخصوصا يعني لو قلنا على مصر هنقول الإسكندرية معرضة للأسف للغرق بحلول عام 2100. نتمنى إن شاء الله يعني يكون في خطوات جادة من الدولة للحفاظ على هذه المدينة التاريخية والعريقة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وإطلاق أول جواز سفر صحي من نوعه في مصر. وأطلقت وزارة الصحة والسكان في مصر تطبيق جواز السفر الصحي على متجر جوجل بلاي ستور لإمكانية تنزيله على هواتف الأندرويد والآيفون. وتابعت الوزارة في تقرير لها بأن ميزة التطبيق هي معروفة موقف الشخص وسط التجمعات، لافتة إلى أنه في حال عدم تنزيل التطبيق بسبب أي مشكلة معينة يتم التعامل بالشهادات المعتمدة. وأضافت الوزارة أن تطبيق جواز السفر الصحي سيعمل على القضاء على غش وتزوير الشهادات المعتمدة ضد الوباء، ودعت الوزارة المواطنين للحصول على ما هو ضد الوباء للمساهمة في حد من انتشار هذا الوباء. وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين مساعدة الدولة في العملية بخاصة، وأن الوزارة ستطلق قوافل بمحطات مترو الأنفاق للمواطنين، لافتا إلى أن جميع ما يقدم للمواطنين هو فعال وآمن. والمصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم عبد الله إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا AB على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، وأيضا كان معنا بنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه. وعشان تتابعوا كل جديد لينا ما تنسوش المتابعة وزرار اللايك، ولو استفدت من الفيديو ياريت مشاركة للفيديو على صفحتك الشخصية أو في المجموعات عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.